وفد من الصباح قابل سيرك في الزيتون، نجم تقول معناها فما بوادر لإيجاد حل معناها الأزمة دار الصباح. هذا نهار الجمعة الصباح، نهار الجمعة في الليل سيرك في الزيتون يتصل بالكاتب العام للنقابة نتاعنا ويقول له مطالبكم الرئيسية الأربعة اللي هي إقالة سيد لطفي التواتي قابلة معنا للمراجعة وقابلة للنظر قبل 31 أكتوبر، معنا بقدرة ربي يمشي سيد لطفي التواتي تطريده شوية وكذا معنا باش نجمو احنا باش تتم اندوسور. المطلب الثاني هو ترسيم كافة الخيان متعاقدين واللي وضعياتهم هشة واللي ما عندهمش كونتراتوات. المطلب الثالث اللي معنا استجابت له الحكومة معنا ولا مستعدة باش تستجيب له هو موضوع المستحقات اللي نحبوهم دار صباح. قالوا نعطيكم افونس 450 مليون على 1.7 مليار والبقية على 3 دفعات فهمتي في على عامين. والمطلب الرابع هي التخلي ساعة معنا على بيع الصباح هذا، وقالوا تعرضها على الخيان وانا تو ماشي لانجلتيرا ونروح نهار الاربعاء تو نجي نعلنها في دار الصباح. ونهار الخميس اوفيسياليز ساعة فوجئنا اليوم الصباح هذا نهار الجمعة واليوم نهار الاثنين عاود جاب الشرطة ولا ما نعرفش هما حراس يجيب فيهم ما ناش عارفينهم معناها بوليسية ولا بودي جارد منعوا جاو اليوم مش يمنعوا الأخت منيا العرفاوي وحمدي مزهول الكاريكاتوريست باش يدخلوا من هنا ما حبش يجدد لهم اللي كونتراتوات نتاعهم وقال نستغناو عليهم. احنا تجندنا الناس كل جاو فيسع بالتليفونات جينا ودخلناهم بالسيف وقتها تقرر إضراب الجوع. بالنسبة للإضراب الجوع هذا يراه معناها جاء معناها كمرحلة متقدمة في نضالنا معناها من أجل معناها تحقيق مطالبنا اللي بوب لها ضمن لائحة معناها قائمة على 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي معناها عدم الاعتراف بسيدي المدير العام الجديد اللي سماه ومطالبة معناها بترحيله على دار الصباح. المطلب الثاني هو تحقيق مستحقات معناها نتاع صحفيين القدم اللي تتمثل في 1.792 مليار. والمطلب الثالث هو ترسيم كافة الزملاء العاملين في دار الصباح واللي مازالوا يعملوا بكونترا. هذه هي اللائحة معناها الصادرة على النقابة معناها بتاع دار الصباح، النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. هذا هو مطالبنا. أسباب دخولنا في إضراب جوع هي لائحة مهنية معناها وضعناها من توا عندها أكثر من شهر. أعلننا على الإضراب هذايا نهار السبت واليوم دخلنا في الإضراب.